يا كرايست أرمي على ما كف بيتا كريستيان ياسرا خلت تامت غزونا يا كرايست أرمي تي في تيوبيا يسابات تامت غزون كابزو اچو بدك يتو نهو يا كرايست أرمي على ما كف بيتا كريستيان أندمي تاوك أو بملاه ألم لبزو هزبو جنات ولد يمفتات بغزيابير كالنا بتم بيتاوي كال يمسنانات بيت بمول لي كنيال كتلايا يالما جن كفل يهو بغزيابير سو نبي أيو جفاقل قلوت يمي كالت أون يغزيابير انس أقالم كافل ودزيو ودى كرايست أرمي على ما كف بيتا كريستيان هايمانو سايقد دباتشو كسباتتوم آهغور بممتات جيتا يسوسن اندقل لادانيا چوادر قوبة مكبل يكزيابير لجخونوال يكرايست أرمي على ما كف بيتا كريستيان جم ماريو اجيك تنشنا ما نم ازي تدرسال لجبلو ياسبال نبرم نبر بيتا كريستيانو أهدو بلا بغزيا بيرسو نبي أيو جفا بالرأينت بولاي تاسو دو كتما يتمسر رتجسي هون بتمسر رتجبت مهاجر ألقا بألقا ألون اللاتم نبر بقت عيم رايون بمصفات بحواسا كتما خلتنيون بمجمر ملكو تاوين پروگرام ماسفت سمچلال لچ بيتا كريستيانو بحواسا كتما تلق تقدارو توچن استناق دال لچ كنزيم تقدارو توچ مكاكل يبيت كيراي كفي يامات آتسيون ليلو كباد تقدارو تيونو زناب سيون يي كباد زناب بمفسس يبيتا كريستيانو نقاوچ كتك موچي ادرگوت نبرة يكزيا بيرسو نبي أيو جفا ببيتا كريستيانو وست پروغرام كمت جمرو بفيت لاز ادات يمي كفلو كفي ياسلال نبرو فيتن يابا مهون ياز ادات سرا يسارا نبر تاديا بنزي تقدارو توجوست يالي يا كرايست أرمي تي في تيوبيا يتجمّر سيون بحواسا كتمام كتلايو أكبابيوج كفتن ياكو تريالو هزبا مجنيت يمي قلت اون دينك اننا تامراتن يكافلو نبر Thank you.
የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከወላይታና ከሐዋሳ በመቀጠል በሻሸመኔ ከተማ የተጀመረ ሲሆን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ከአራቱም አቅጣጫ እንዲሁም ከሀገር ውጪ በመምጣት በቤተክርስቲያኗ ውስጥ የቦታ መጨናነቅ ስለነበረ በውስጥና በውጭ ሆነው ይካፈሉ ነበር። የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንም መስከረም 25 2010 ዓመተ ምህረት ራዮን በማተለቅና ከፍ በማድረግ በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ ላይ በእምነት ቦታ በመከራየት አዳራሽ በመስራት አገልግሎት መሰጠት ተጀመረ። በሳሪስ አቦ በቤተ ክርስቲያኗ ከመጣው የህዝብ ብዛት የተነሳ ከፍተኛ የቦታ ጥበት ስለነበረ ሰዎች በውስጥና በውጪ ይካፈሉ ነበር። ይህ የምትመለከቱት መስከረም 25 2010 ዓመተ ምህረት ሳሪስ አቦ ላይ ሲሰራ የነበረ ያዳራሽ ስራ ነው። በጊዜው በዚህ ስፍራ ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት የነበረ ሲሆን በቤተ ክርስቲያኗ ባለችበት አካባቢ ላይ ቀን እየጠበቁ ቦታው የቆሻሻ መጣያ ሆኖ ስለነበረ ከቆሻሻው ሽታ የተነሳ ለጤና መታወክ ያጋለጥ ነበር። በዚህ ወቅት በበየረ ጽጌ የቦታ ግዢ በመፈጸም መጋቢት 15 2011 ዓመተ ምህረት የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጥ ስራውን በመጀመር ባጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ ግዙፍ ባለ 6 ፎቅ ህንጻ ተገንብቶ የተጠናቀቀ ሲሆን በዚሁ በተመሳሳይ ዓመት በወላይታ ሶዶ ከተማ የህንጻ ግንባታ ተጀምሮ በማጠናቀቅ በድምቀት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ችሏል። የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ከተሞች ወንጌልን በድፍረት በማድረስ ወደር የማይገኝለትን መልካም ሥራ ሰርታለች። ከነዚህም ከተሞች መካከል አሁን የምትመለከቱት በዲላ አርባ ምንጭ ቦሳና
ከብዙዎቹ በጥቂቶቹ ናቸው። የቤተ ክርስቲያኗ ባለራይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ እዩ ጩፋ ከአገልግሎት ባሻገርም በጎ ተግባር ላይ በመንቀሳቀስ መልካሙን መለኮታዊ አጀንዳ በማስፈጸም ላይ ይገኛል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን 12 ዓመትን እንዲሁም ከቤተክርስቲያኗ የተወለደው የክራይስት አርሚ ቲቪ ኢትዮጵያ 7 ዓመትን ባስደናቂ ሁኔታ እግዚአብሔር የሰጣትን አደራ በመወጣት እዚህ ልደርስ ችላለች። Santo Gamma Santo Gudai Ena Madaina Ena Yoga Gaina Ena Madaina
Tana bonchai nena anjida geto so nena Coreo Gamo
Hola, gaisola.